هو حيوان من الثدييات يستطيع الطيران. يتميز الخفاش بكونه كائن ليلي لا يطير إلا في الليل فقط، ويقضي النهار في سكون معلقا رجله لأعلى ورأسه لأسفل، سواء في الكهوف أو على الأشجار والبنايات. وهناك أنواع كثيرة من الخفافيش، مثل الخفاش آكل الفاكهة، والخفاش الذي يتغذى على الحشرات، والخفافيش التي تتغذى على الدماء. يصل حجم الخفاش الكبير في نضوجه إلى كيلو جرام. والخفافيش من الحيوانات التي لا تستطيع أن تحيا في درجة حرارة باردة. وورد ذكر الخفافيش مجازا في الوحي الشريف في كتاب إشعياء التوراتي كتشبيه للأشرار الذين يحبون الظلمة أكثر من نور الحق.